ريتما وكل شيء والمانجمنت هذايا تاع اللاعبين وكل شيء. حنا نتروف بوكو ديفيكولتي، انا يا بيرسونيلمون جو تروف بوكو ديفيكولتي دو طرافاي هنايا مع انت مع انت مع المسيرين تاع الجزائر، وخاصه ثاني حتى المدربين. ستان ميديو فريمون شنو نقول لك، ما عندي ما نحكي لك سمساره، باسكو حنايا مازلنا شوف حنا 2021 دوك حنا في الجزائر، مازال المدرب يقولوا له على لاعب يرفد التليفون يعيط للمدرب تاع اللي كان عنده في الموسم السابق وكل شيء، سي دي باسي تو سا فهمتني. لي ريكروتمون يندار سور دي باس سوليد، حنا نروح نجيب لك انا نعطيك حاجه ونزيد نعاونهم من هذا المنبر، نعاونهم المدربين تاع الجزائر. جلي زانفيت انايا جلي زانفيت لي زونترينور الجيريان لي تكنيسيان الجيريان لي قاعدين يشدوا في دي كلوب لي لوبي لي قاعدين يدوروا على لي كلوب هكا، يا يروح منا يروح من بعد شهرين من بعد يروح كلوب. جلي زانفيت معناتها يجتهدوا شويه، كاين دي لوجيسيال، كاين دي لوجيسيال، كاين وايس كود، كاين لينستاتي، روح يخلص ان لوجيسيال نهار كي يعرضوا عليه لاعب من افريقيا ولا لاعب حتى جزيري ولا لاعب مغربي ولا تونسي ولا حاجه، اي خويا يدخل لينستاتي يدخل الاخر يشوف لي ستاتستيك تاعو يركريتي سويفون لي ستاتستيك، خلاص هذاك ريكريتمون بالتليفون الو والفيديو والفيديو اربع سنين ومن بعد الو كان عندك جوار فلاني مليح والله غير مليح غير ديه، من بعد يقول لك هيا مليح قالوا لي مليح نجيبو. باش نكون معك صريح، لي جوار الجزائريين اللي تنقلوا للبطوله التونسيه ما يمشوش من اجل الاموال، ما يمشوش من اجل الاموال. وانا سبق لي وخذيت لاعبين معناتها من الجزائر خذيتهم البطوله التونسيه ونعرف مليح البطوله التونسيه والمسيرين تاع البطوله التونسيه. يعني ديفيرونس كبيره في لا مانيير دو ريكروتي في التعامل. الاموال ماهيش كيما في الجزائر، ميزابار بالك نقول لك ليسبيرونس دو تونس ولا ليطوال ولا حاجه، سينو يروحوا بور ان بروجي سبورتيف، باسكو اللاعب الجزائري كي يروح لتونس يلقى شويه راحته ويزيد يخدم شويه زياده، باسكو لو فوليوم دو طرافاي في تونس اللي فريمون امبورطون بارابور على الخدمه اللي هنايا في الجزائر. حنايا لي كلوب الجيريان لي جوار الجيريان في لي كلوب تاعهم ما مشي يخدموا، باش نكونوا صراحه ما مشي يخدموا والو. ما زلنا حنايا تجي تونطريني ساعه ونص وتروح ما مش عارفينك ميم با وين رحت، دونك سي با. وشنو هي المعايير اللي يختار بها الفريق التونسي لاعب جزائري؟ والله يشوف هما يتبعوا بزاف، هما التوانسه انا نعرفهم مليح، سي دي كونيسور ويتبعوا بزاف البطوله الجزائريه ويتبعوا اللاعبين الجزائريين، وكي حتى كي تعرض عليه لاعب تسيبو ديجا داير عليه لا ريشيرش وعامل عليه دي ستاتستيك معناتها سي باز سو بوكو دو شوز باش يجيبو.